السلام عليكم بكم الناس الكل في قناه وزع عشان نكون مع فيديو جديد باش نحكيو على ماتش ريال مدريد وفالنسيا اللي صار اليوم في سانتياغو برنابيو. وفي بانتصار ريال مدريد 3-0 اهداف بنزيما ثنائيه وهدف ماركو اسينسيو اللي دوما دخل سجل هدف وسجل الحضور نتاعو يعود بقوه بعد الغياب نتاعو في فتره الحجر الصحي. تو باش نحكيو على ماتش ريال تكين. اول حاجه تكين كامل تفرشين تاع ماشي شابونيشين وجاي الفيديو نتاع الدوتو للتحليل. بالنسبة لي مدريد اليوم يغير في الخطة نتاعو. هو على الورق يلعب 4-3-3 مودريتش كمهاجم ثالث معناها على اليمين، لكن في الحقيقة معناها ريال مدريد يلعب بتشكيلة 4-4-2 لأنه مودريتش كان أقرب منه خط الوسط. معناها هذاك علاش معناها اليوم أول مرة نشوف زيدان يغير تشكيلة 4-4-2 ما عادش يلعب 4-3-3، لكن على الورق هي 4-3-3. لكن في وسط الميدان اللي يتفرجوا في الماتش يكتشفوا أن التشكيلة هي 4-4-2 لأنه لاعب مودريتش كان كلاعب وسط ميدان، او بالاحرى تشكيلة تكون 4-2-2-2 لان يعني كانوا في الخط الاول كروس وكازيميرو كلاعب ارتكاز قدامهم فالفيردي ومودريتش كصانع العاب من قدام الكرة القازار ولاعب بنزيما. هذيك هي التشكيلة اللي اعتمدها مدرب زيدان. خلينا نمشيو بالنسبة للفرنسي فين اعتمد تشكيلة 4-4-2. خلينا نحكيو على الوجهة التكتيكية والوجهة التكتيكية تاع كل مدرب كيفاش اعتمد اللعب في المقابل. بالنسبة لزيدان فينا يعتمد على صناعة اللعب من خلال مودريتش، لكن المرة هذيا فالنسيا دفاعه متكتل، فالنسيا دفاعه متكتل للخلف معناها ماهوش هكا اللي يعمل مركز انديفيدويل على اللاعبين تاع الوسط، اللاعبين تاع الوسط تاع ريال مرتاحين يتراجعوا للخلف ياخذوا الكرة في عقلهم، لكن الكتف الكبيرة اللي كانت في الديزوي ميتر معناها بالنسبة لنادي فالنسيا هذاك علاش معناها نادي ريال مدريد لقى مشكلة في الشوط الأول ما لقاش معناها هكا الحلول، خاصة حتى كان تمشي الكرة للجنحة ولا الأروقة تاع نادي ريال مدريد معناها الأطراف تاع ريال مدريد نوع اللعب على الأطراف، لعب على الأطراف حاول معناها يوصل الكرة للأطراف معناها من الشارع اليمنى يلقى لاعب يلقى الجناح الأيمن نتاعو ماهوش يلقى زار من غاديكا ومن غادي يلقى لاعب مندي ويلقى كرفاخال معناها كلهم ما يساعدوش باش نادي ريال مدريد يلقى الحلول الهجومية. هذاك علاش معناها كانت مسكر اللعبة بالنسبة لنادي فالنسيا. فالنسيا اعتمد اسلوب دفاعي كبير برشا اللي هو التكتل الدفاعي في الخلف اللي هو يعتبر خطير شوية، لأن إذا كان ريال مدريد نجح في تسديدها من تسديدات ربما تكون هدف، لكن بالرغم من هذايا يتسامى نادي فالنسيا نجح خلال الشوط الأول فاش باش أنه ما يخليش نادي ريال مدريد يقدم أكثر الهجوم ويحد من خطوطه الهجومية. بالنسبه لريال مدريد فانه ما كانش يلقي مشكله دفاعيه لانه الهجوم تاع ريال مدريد هو اللي يقوم بالدفاع من خلال الضغط العالي اللي في التلت هذه مقابل الضغط العالي. مودريتش كان يطلع الضغط عالي، ريال مدريد كان يتحول خط 4-3-3 في حالات الهجوميه تاع نادي فالنسيا، معناها كي تبدا تكون عند فالنسيا في الدفاع فانه مودريتش يصعد يعمل ضغط عالي وبنزيما يصعد يعمل ضغط عالي ازار يصعد يعمل ضغط عالي مع تواجد اللاعبين كروس فالفيردي كازيميرو. كازيميرو اليوم اللي اعطى وظيفه كبيره برشا في كمركز بيفو وفتك برشا كور حتى اذا كان الكره وصلت معناها خرج من الضغط العالي نادي فالنسيا فانهم يلقاو اللاعب كازيميرو ما خليش كان المساحات الخالي لنادي فالنسيا باش يقدم اكثر هجوم يعمل فرص سينحة ما خليش كان المساحه تاع وسط الميدان اللي خلاها في مقابله ايبال اللي حكيت عليه المره اللي فاتت. لكن اليوم اللاعب كازيميرو غطى بشكل جيد ومرات كروز يولي كلاعب بيفو زاد واحد اخر بجانب كازيميرو اللي غطاه كل شيء في وسط الميدان ما خلاوش فرصه سانحه بالنسبه لنادي فالنسيا. لكن فالنسيا هنا يستغل الكره المرتده معناها بسرعه كبيره الكره تمشي من الدفاع للهجوم تعدى على كازيميرو تعدى على كروز يجي الهدف في الاول لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل معناها لينها الكره كيفاش لبست في لاعب ثم تحسب التسلل ما نش متاكدين من اللقطه دي ما ليناش خبراء التحكيم شنو رايهم. حسب رايي انا الكره ما صعيبه شويه الحكم عليها لكن حسب رايي ماهيش تسلل بالنسبه لفالنسيا يعني ما ليتش اللاعب كيفاش مسك الكره في الساقيه بالنسبه للاعب فالنسيا كان لاعب لبنان اللي خذ الكره ما هذا الكل ما زلنا معناها ما فهمتش بالقدا معناها شنو اللي صار في اللقطه هذيك، لكن انا حسب رايي الاقرب انها ماهيش انه هدف صحيح بالنسبه لنادي فالنسيا ما رأي مش متأكد منه معناها مانيش متأكد إنه صحيح هذاك علاش معناها خليه وراي ذي الخبراء التحكيم. خلينا نكملو شنو اللي صار في هذه المقابلة. كي بعد الاعتماد هذاك وفي الشوط الأول نتيجة 0-0 بالنسبة للفريقين فالنسيا تسمى نجاح في مهمته الدفاعية مع محاولة استغلال الكونتر أتاك اللي أعطاها هدف لكن الحكم يقوم بإلغائه. خلينا نكملو شنو اللي صار في هذه المقابلة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني ريال مدريد يقعد يلعب بنفس الخطة ونادي فالنسيا مستمد دفاعيا حتى لين نادي فالنسيا يولي نادي ريال مدريد عفوا يولي يعتمد على الكرة المقطوعة الكرات اللي تنقطعها من وسط الميدان معناها بالنسبة للضغط العالي اللي يعملو نادي ريال مدريد نادي فالنسيا إذا كان فالنسيا خرج بالضغط العالي الهجومي
فانه يلقى افتكاك الكره في الدفاع بتاع نادي ريال مدريد بسرعه كبيره، الكره تتحول لهجوم، الهدف الاول عن طريق اللاعب بنزيما، الهدف الاول معناه بنزيما يثبت انه لاعب ممتاز، سجل الهدف الاول به، الهدف الثاني جاء عن طريق ركنيه، معناه متواصل نفس الخطه اللي كانت على نادي فالنسيا بالرغم من انه منهزم هدف لصفر، لكن واصل التكتل الدفاعي نتاعه، ولكن بالرغم من هذا يجي الهدف الثاني عن طريق اللاعب ماركو اسينسيو اللي سجل اول ما دخل بهدف ممتاز جدا ماركو اسينسيو، معناها تكتل دفاعي ذاك جاب ركنيه، ركنيه ذيك بسبب عدم ترديم تاع نادي فالنسيا يجي الهدف الثاني من ماركو اسينسيو، الهدف الثالث جاب نفس طريقه الهدف الثاني الاول عفوا، جاب نفس طريقه الهدف الاول، كره مقطوعه من كازيميرو تحول بسرعه للهجوم، ومعناها مجهود فردي من لاعبي ريال مدريد ماركو اسينسيو، كره تمشي للاعب كريم بنزيما، كريم بنزيما يحط الهدف الثالث لمصلحة نادي ريال مدريد بطريقة جميلة جدا، بنزيما بدا يرجع في المستوى نتاعو، اسينسيو اعطى مستوى جيد جدا خلال هذه المقابلة، بصراحة معناها لاعبي ريال مدريد رجعوا بقوة، ازاز اعطى بوجهة جيدة في المقابلة نتاع ايبار، اليوم اعطى مجهود ممتاز جدا مش خايب برشا لأنه اعطى اسيست في هذه المقابلة اللي سجل بها بنزيما الهدف الأول، ريال مدريد يعود بقوة بعد توقف كرة القدم. برشلونة يعود بقوة، الدوري الإسباني اليوم رجع لنا بقوة كبيرة معناها بخلاف معناها كي كنا نشوفه أول موسم معناها وقبل توقف كرة القدم، لأن كيفاش ريال مدريد كان يتلقى في العزائم، برشلونة يتلقى في العزائم، الوضعية مش مستقرة، لكن توا نشوفه في الريال ينتصر، البارسا ينتصر بدون أي مشاكل، معناها بدنا نشوف شوية لقطات من المقابلة دي ربما يفسرنا شنو اللي صار في هذه المقابلة. بنشوف النقطة الأولى اللي هي بتاعت مركز ريال مدريد هجومية، كما قلت لكم معناها لا يلعب خط 4-2-2-2، كان مودريتش وكروس ومرات مودريتش وفالفيردي كلاعبي هجوم صناع العاب كلهم كانوا يتراجعوا وراء الخطوط نتاع نادي فالنسيا، ما كانش في محاولات اللعب بين الخطوط وكسر الخطوط نتاع نادي فالنسيا، الكل اللعب كان وراء الخطوط، مودريتش كان يحاول في الكره بين الطرفين، مره تمشي كارفاخال مره من غاديك المندي، معناها محاولات كلها متعدده لكن كلها ما تنفعش بالنسبه لنادي ريال مدريد. باهي خلينا نشوف اللقطه الثانيه نتاع المقابله اللي هي بتاع الضغط العالي بالنسبه لنادي ريال مدريد اللي جاب هدف الاول لمصلحه بنزيما والهدف الثالث زاد لمصلحه بنزيما هو اللي استغل في الكره بتاع الضغط العالي بتاع ريال مدريد، الضغط العالي هذاك يخلي نادي فالنسيا يضيع كورته، يضيع كره تحول هجمه خطيره لمصلحه نادي ريال مدريد، ريال مدريد استغل عدم التنظيم الدفاعي بتاع نادي فالنسيا في اللحظات هذيك ويتحول الهدف الثاني الثالث الاول والثالث لمصلحه نادي ريال مدريد. باهي خلينا نشوفوا اللقطة الثالثة هي تمركز ريال مدريد هجوميا كما اللقطة الأولى هي باش نبين لكم الميتون الأول والميتون الثاني نفس الوجه التكتيكية اللي عملها المدرب زيدان، الميتون الأول اعتمد كالخطة هذيك بتاع أنه مودريتش وفالفيردي يكونوا متراجعين يخرجوا كورة معناها كيكا الأطراف اللعبة الأطراف بما أنه نادي فالنسيا كان متكتل دفاعيا، اللقطة الثانية زي تبين نفس الحكايه اكيد معناها يكون نادي ريال مدريد انتصار حق الانتصار يشدد الملحق على برشلونه الفارق بيناتهم نقطتين، معناها فالنسيا معناها ريال مدريد عفوا ضررته كالهزيمه بتاع ريال بيتيز قبل توقف كره القدم، لكن بالرغم من هذا يعدي في مستويات جيده، معناها باش يبقى تشويق حتى لاخر لحظه بالمستوى اللي دنيا توا باش يبقى تشويق حتى لاخر لحظه خسرها من الكلاسيكو وفيه قبل في توقف كره القدم، معناها اذا كان الكلاسيكو جاء في المستوى هذا معناها بتاع فريقين كنا مش راو مستوى ممتاز جدا بالنسبه للفريقين، لكن في الكلاسيكو جاء في فترة الفريقين كانوا شذوذ ضعاف ما كانوش يعطيو في مستويات باهية، إذا كانش معناها ما عندناش مستوى فني جيد جدا للكلاسيكو، لكن إذا كان جاي الكلاسيكو في الوقت هذايا شفنا كلاسيكو ممتاز جدا ونار الكلاسيكو كان باش يكون، هكايا هذاك علاش معناها تو كل فريق باش يستنى عرضة الآخر خاصة ريال مدريد يستنى في عرضة برشلونة باش يتقدم المركز الأول، برشلونة زاد صعيب ياسر يتعثر بما أنه يعطي في مستويات جيدة، وريال مدريد زاد صعيب ياسر يتعثر بما أنه يقدم في مستويات جيدة، هكايا وصلنا لنهاية الحلقة ريم تشابوني الشين. وجينا الفيديو تصبح على خير، نستنى نتلاقاو في مواعيد رياضية.